اليوم الخميس 12 اكتوبر يقف المحامون المغاربة على الصعيد الوطني تلبية لنداء وبلاغ جمعية هيئة المحامين بالمغرب الداعي إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة من 11 إلى 12 مع تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد كل هيئات المحامين بالمغرب. يأتي ذلك وانسجاما مع المواقف التاريخية للمحامين المغاربة التي تستنكر وتدين كل أشكال العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتقف إلى جانب المقاومة ضدا على غطرسة وهيمنة العدوان الصهيوني وبدعم من حلفائه خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. الاحتلال اليوم يشن حرب إبادة جماعية وينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وينتهك أبسط قواعد الحرب ويستهدف المدنيين ويقصف المستشفيات والمدارس بل ويعتدي ويقتل موظفي الإغاثة من ممرضين وأطباء ويمارس كل أشكال حرب الإبادة. وهذه الجرائم تقع تحت طائلة العقاب وعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا في انتهاكات الجسيمة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. فالشعب الفلسطيني ليس في حالة حرب وإنما في حالة دفاع نفسي وحالة دفاع شرعي عن مقدساته وعن أرضه وعن شعبه. وبالتالي الاحتلال اليوم يرفض أن تكون أسطورته قد تعرضت للخدش من خلال ماذا؟ من خلال أن المقاومة الفلسطينية أثبتت بأن كل ما يتباهى به العدوان والاحتلال الصهيوني من قدراته العسكرية والاستخباراتية اليوم تهاوت أمام المقاومة بإمكانية متواضعة. وكذلك اليوم نطالب بوقف هذه الحرب التي تشن من طرف واحد وهو عدوان غاشم إيقافه واللجوء أيضا إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. إذن اليوم هذه الحرب هي حرب همجية على شعب أعزل، حرب غير متكافئة يشنها الاحتلال الصهيوني بكل الأدوات التي يملكها وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية. نحتاج اليوم إلى قرار دولي لإدانة هذا العدوان وإدانة هذا الاحتلال واستنكاره والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.